متابعينا مشاهدينا متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا اهلا بحضراتكم في لايف وبث مباشر. معاكم انا محرر صحفي محمد شوقي. زي ما حضراتكم شايفين يعني طبعا هنا من سوق ديانا، واغرب واقدم الحاجات اللي حضراتكم ممكن تشوفوها، يعني من الابره للصاروخ والعمر متخطي ال 200 سنه. هنعرف النهارده ان شاء الله التفاصيل، يعني هنعرف التفاصيل النهارده وكل حاجه باذن الله مع حضراتكم في سوديانا. برحب بيكم، منور معانا على ابو كبير ميديا. اهلا بيك، اهلا بيك يا مختار. قول لنا بقى ايه الحاجات الجميله ده وايه الشغل ده؟ ده تروم بيت امريكي معمول للرؤساء. كان للرؤساء ده كان تشريفه مصنوع من النحاس. زي ما حضرتك شايف يعني نشوف التفاصيل كده. ده دي له قد ايه؟ ده لو يعني هنسال كده نقول دي له قد ايه؟ 1900. من سنة 1900 يعني أكتر من 120 سنة. تمام. ما شاء الله ما شاء الله. طيب هاخد جولة كده على الحاجات وهرجع لك تاني، تمام؟ اللي موجود هنعرف صدى المشاهدين. يعني مشاهدينا الكرام، مشاهدي موقع وجريدة أبو كبير ميديا، زي ما حضراتكم شايفين يعني هنا طبعًا في سوق ديانا، ويعني كل ما تتخيلوه حضراتكم هتلاقوه، كل ما تتخيلوه حضراتكم هتلاقوه هنا يعني في سوق ديانا. زي ما حضراتكم شايفين دي يعني اكيد كلنا فاكرينها، واكيد دلوقتي كلنا يعني رجعنا لذكريات الطفوله. يعني طبعا دي اعزائي المشاهدين ازايز البيبس والسيفن، يعني تقريبا دي اول نسخه اتعملت من هذه الازايز، موجوده هنا يعني طبعا في سوق ديانا. زي ما حضراتكم شايفين يعني طبعا حاجات واشياء جميله جدا، وهتحس فعلا ان اله الزمن رجعت بك. ايه ده بقى؟ دي زجاجه مياه غازيه برضو، دي ملكي، دي كانت موجوده ايام الملكيه بتاعه حماد حسن واخواتي. ما شاء الله. سيادتك هنا هتلاقي الهلال. الهلال اهو والثلاث نجوم. ما شاء الله. ده العصر الملكي. دي هنا علامه من علامات العصر الملكي زي الستاره. نعم. اللي كانت بتبقى مرسومه على اوراق كتير او كده. حاجه يعني حتى شكل ازازه. الله اكبر. ما شاء الله. انتيكه يعني. ما شاء الله. حاجه غريب جدا بالنسبه لنا. او بالنسبه للجيل المعاصر. ولكن حاجه الحقيقه محترمه جدا ما شاء الله، يعني تبارك الله. يعني زي ما حضراتكم شايفين مشاهدينا الكرام، مشاهدي ابو كبير ميديا، يعني طبعا حاجات كتيره جدا. وادي زي ما حضراتكم شايفين جورنان يا جماعه من 1954، يعني من 1954، يعني تاريخ. والله يا جماعه اللي انتم شايفينه ده حقيقي، يعني ده حقيقي، مش تركيب بقى ولا فوتوشوب ولا ذكاء اصطناعي ولا مش عارف ايه، لا ده يعني شغل كده على قديمه، وانتيكات وتحف يعني عمرها يتخطى ال 150 عام، زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله تبارك الله. يعني حاجات الحقيقه تحس ان انت رجعت للزمن الجميل هنا يعني في سوق ديانا. زي ما حضراتكم شايفين يعني طبعا حاجات واشياء كثيره فعلا، هتحس يعني ان اله الزمن رجعت بيك كده زي ما بيقولوا. يعني زي ما حضراتكم شايفين شرايط ويعني افلام وحاجات قديمه جدا يتخطى عمرها ال 100 عام، وكمان يعني دي برضو اعزائي المشاهدين جرايد من ايام الملك فاروق. يعني بص عليكم التاريخ برضو علشان تبقوا مصدقين، يعني الحقيقه حاجه محترمه جدا، ويعني طبعا هتحس ان انت اله الزمن رجعت بيك. كل حاجه موجوده هنا يعني طبعا في سوق ديانا، وحاجات الحقيقه من الزمن الجميل موجوده هنا يعني في سوق ديانا. زي ما حضراتكم شايفين يعني ابتدت الناس تتوافد على سوق ديانا، يعني ليه طبعا يعني ايه ان هم يعني يجيبوا الحاجات القديمه والحاجات الاثريه اللي موجوده هنا يعني في سوق ديانا. ما شاء الله تبارك الله اعزائي المشاهدين، يعني حاجه الحقيقه محترمه جدا وجميله جدا. عايزين بقى نعرف منك يعني
ايه هو سوق ديانا؟ في ناس كتير مش عارفه ايه هو سوق ديانا. انا اعرفها بسوق ديانا. ده السوق معمول للحاجات القديمه كلها والتحف. تحف وانتيكات فقط ودان. الشغل القديم. هو بيبقى كل يوم سبت مظبوط؟ كل يوم سبت. بتنزلوا بقى من الساعه كام للساعه كام؟ بنيجي من يوم الجمعه بالليل الساعه 1 بالليل بنكون هنا. من الساعه 1 يوم الجمعه. قبل ما تفرش بقى وتجهز و... ولكن برضو الحاجات دي يعني من الصعب ان انت تحصل عليها. ازاي بتقدروا ان انتوا تجيبوها؟ اكيد يعني بتعاني في بنتعب جامد قوي عشان نوصل، لان احنا شغلنا كله بنجيب كله بسكوت مش اللي هي اي حاجه وخلاص. صوره بس عايز اوريها لك. تمام تمام ماشي، وريها للكاميرا. ماشي. دي صوره للزعيم الراحل جمال عبد الناصر. نعم نعم، صوره اصليه ما شاء الله ما شاء الله اصليه. الله اكبر. ذكرى الزعيم الراحل عبد الناصر، حقوق الطبع والنشر محفوظه، مختومه 1656، معموله في الكويت ما شاء الله. ما شاء الله، يعني حاجه محترمه جدا الحقيقه. وفعلا يعني الناس بتقول ان احنا حسينا كده ان آلت الزمن خدتنا ورجعت بينا لزمان. يعني الساده المشاهدين بيقولوا كده، ان آلت الزمن خدتنا ورجعت بينا. يعني مش مصدقين اللي شايفينه. ده البوم طوابع طوابع ملكي في جميع الدول العربيه. نعم، الخليج كلها ما شاء الله. تيجي كده بس معايا بالكاميرا. ما شاء الله ما شاء الله. ده طوابع ايه؟ ملكيه. طوابع ملكيه ملكيه ما شاء الله. كل دي طوابع، كل دي طوابع ما شاء الله. جميع انحاء الدول ما شاء الله. البوم طوابع، يعني حاجه الصوره والضوء. نعم نعم تمام تمام ما شاء الله ما شاء الله. ده طب اللي بيجي مثلا، حد يجي يشتري الكتاب ده بياخده زي ما هو ولا بياخد منه حاجات معينه؟ ولا حاجات معينه. كل واحد بياخد اللي يخصه. في مثلا زبون، كل زبون بيبقى ليه طلبه. بتيجي ناس من الامارات، بتيجي ناس من كنت لسه اسالك على الموضوع ده. هل بيتوافد جنسيات خارجيه هنا على السعوديه؟ ده البوم شامل لجميع انحاء الدول العربيه. ما شاء الله. طب قول لي بقى عنوانكم فين؟ عنوانكم فين بالظبط؟ يعني الناس عايزه تعرف العنوان ولكن بالظبط والتفاصيل. يعني شارع محمد الالفي امام سينما ديانا. شارع محمد الالفي امام سينما ديانا. بنك قطر. نعم نعم. رقم التليفون 031-8-22-3907. ما شاء الله. ده رقمنا ورقم الواتس بتاعنا وصفحتنا ما شاء الله. بالتوفيق ليكم و... ودايما الحقيقه يعني في تالق هنا عند مستر انتيكا. يعني ما شاء الله برضو الحاجه الحقيقه يعني بتتحدث عن نفسها. اعزائي المشاهدين، مشاهدي ابو كبير ميديا، يعني طبعا بقول لك المسدس ده حقيقي ولا ايه؟ المسدس صوت بالصوت. كانوا بيستخدموه زمان للعب. بس حاجه قديمه جدا، قديم معدن جدا باين عليه. معدن ان شاء الله. في برضه كام حاجه عايز اوريها لحضرتك. تمام معاك معاك. كام مسدس ده يا باشا؟ ده عقد عين الهر. اسمه عين الايه؟ عين الهر. عين الهر. حجر طبيعي ما شاء الله. بص برضه عليه، بص تفاصيله ما شاء الله ما شاء الله. يعني الحقيقه حاجه جميله جدا. بص تفاصيل الحجر. الحجر كله لما تبص له الجنب بلون. فعلا سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. اشكرك. تمام. ده مرجان تونسي بحري. ما شاء الله. حجر طبيعي 100%. الله. بص تفاصيل الحجر. ده تاريخ، ده تاريخ 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 الحقيقه، تاريخ. بس بيمسح التاريخ. ما شاء الله. عقد معاه لولي بحري. بص تفاصيل الحجر برضو. كل حجر شكل ليه رسمه معينه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني حاجه محترمه جدا جدا الحقيقه. ويعني بشكرك جدا جدا جدا. ودايما ايه ده بقى؟ عايز اوريك بقى حاجه بقى دي من الصعب انك تقابلها تاني. ايه يعني دي بقى دي؟ ده حجر مالاكايت. حجر ايه؟ مالاكايت. مالاكايت اسمه كده. بص حضرتك تفاصيل الطبعه عامل ازاي؟ ما شاء الله. نفس الخامه ونفس النوع. ما شاء الله. الشغل ده والله العظيم احنا بنتعب وبنشقى وبنلف مصر كلها عشان نعطر فيه. مش يعني بتيجي بالسهل طبعا، ولكن بالتوفيق ليكم ان شاء الله باذن الله. ويعني كنت منور معانا على موقع وجريده ابو كبير ميديا. دي انبوبه اكسجين
حرب عالمية أولى. ياه ما شاء الله ما شاء الله. بص حضرتك دي كانت معموله للطوارئ. للطوارئ ودي نزل في تحت الارض حصل معاه اي حاجه بتنفس بيها. ما شاء الله ما شاء الله. بص نبوت الاكسجين عامله ازاي اصلا. مختومه يعني حاجه روعه الحقيقه. تمام روعه جدا. اسمها ورقمها ما شاء الله. بشكرك جدا جدا كنت منور معانا على ابو كبير ميديا. شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك والله يا استاذ. يعني مشاهدينا الكرام مشاهدي ابو كبير ميديا زي ما حضراتكم شفتوا يعني طبعا هتحس ان آلف الزمن القديم رجعت بيك هنا في سوق ديانا. ومن الابره للصاروخ هتلاقيه حتى يعني حاجه يتخطى عمرها ال 200 عام. مشاهدينا في كل مكان مشاهدي ابو كبير ميديا كان معاكم انا حرب صحفي محمد شتوت وشكرا لحضراتكم على حسن الاستماع والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.